السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شهدت مباراة المنتخب الفرنسي ضد نظيره الإسباني، والذي توج بها الفريق الفرنسي باللقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. الفوز الذي أثار جدلا كبيرا وأثار ضجة لدى الصحف وكذلك لدى المنتخب الإسباني، والذي أكد من خلاله القائد سيرجيو بوسكيتش بعد خسارة المنتخب الإسباني، وقال على أن الهدف الثاني الذي سجله مبابي جاء من تسلل، وقال أيضا أن الكرة كانت تسللا على مبابي. قال الحكم أن إيريك غارسيا كان في طريقه للعب الكرة وكسر التسلل، لكن الأمر لا معنى له، لم يرغب في لعب الكرة بل حاول استخلاصها كأي مدافع. وقال كذلك أن منتخب بلاده لا يستحق الخسارة، وقال كذلك أنه لا خيار لدينا سوى مواصلة العمل وتهنئة الأبطال، علينا اتخاذ خطوة للأمام للتتويج بالألقاب، كنا نعي بخطورة الخصم وحاولنا الهيمنة على المباراة ونجحنا في أوقات كثيرة. كما جاءت في بعض الصحف على أن هدف مبابي صحيح قانونيا، لأن المدافع غارسيا لمس الكرة قبل أن تصل لأقدام المهاجم الفرنسي مبابي، وبالتالي فإن الهدف صحيح قانونيا.